اتفقنا وقلنا ان المعارض بتكون عبارة عن مكان متسع بيظهر فيه انتاج الطلاب العقلي والذهني، خلاص، المتمثل في ايه؟ في ان الطالب بيعبر عن موهبته من خلال عمل المجلة الحائطية ومجلة الربع ساعة والمجلة المطبوعة. طيب زمايلكم دلوقتي هيقولوا لنا ايه هي انواع المعارض. قولي يا شنودة اول نوع. معرض المناسبات. هي ريتال. النوع الثاني. معارض المدارس. معارض المدارس. النوع الثالث. معارض الادارات. معارض الادارات. برافو عليكم، سقفوا لزمايلكم يلا.